محاكمة فارغة، مشاريع معطلة، وملفات غطاها الغبار دون ذكر عناء الانتظار الذي أرهق كاهل المواطن. كيف يمكن للمواطن الحصول على سكن بكرامة؟ وكيف يتم حمايته من لوبيات المقاولة؟ كل هذه أسئلة مطروحة منذ سنوات، لكن لم تنجح الوزارات المتتالية من توفيره بالرغم من اعتباره حقا دستوريا. المشاريع السكنية هل هي نعمة أم نقمة؟ هو موضوع عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية، تابعوا معنا. هذه الحفرة ما زالت حفرة كما كانت، إلا هو راه ما ضرب باللي هذه الصيغة ما نجحش فيها، ماشي احنا هما اللي نروحوا ضحايا. وحنا يا خلينا الشعب بسيط يعفسنا على رسالنا. حنا ولادنا راهم يسكنوا هذا فوق هذا. ما فهمناش هذا المراقب هذا شكون اللي يحكم فيه؟ الناس بنات في البحر يا عباد الله. اللي يهضر دوكا على حقه في هذه البلاد ماشي مليح. نبنوا لا لا ماناش تعبنوا. أين الرقابة؟ هذا نسميه وزير الديان مش وزير السكن. يا ولدي خلاص يوم ماردوش السكن. ولعيبة سرقوها كاع وراه. ولا في هذه البلاد إذا تكسروا تعيط باش يعطوا لك حقك. هذه هي بلاد العز والكرامة. يعرف العديد من المستفيدين من صيغة سكن التساهم بالعاصمة العديد من العراقيل، وترجع إلى التماطل في تسلم مفاتيح السكنات أو التأخير في وتيرة الإنجاز، في حين يبقى مصير المستفيدين معلقاً، حيث احتج الكثير منهم في العديد من المناسبات من أجل إيصال صوتهم إلى السلطات المسؤولة، لكن لا حياة لمن تنادي. سكنات أصبحت مراعي الأبقار بدل السكان. أسئلة كثيرة راودت المستفيدون عن مصير السكنات التساهمية التي يجرى إنجازها بالعاصمة، وما هي الإجراءات المتخذة لإنجازها، وهل ينتهي هذا الكابوس قريبا، وهل انحصرت مهام وزير السكن بسكنة عدل ووالي العاصمة بالبناءات الفوضوية؟ استغرب المستفيدون من مشروع 184 مسكن تساهمي بعين طايا الغموض الكبير الذي يعرفه هذا البرنامج منذ سنة 2008، حيث لا يزال المشروع حبراً على ورق بعد أكثر من 7 سنوات انتظار. نحكي لكم على الوضعية هذا السيت، هذا المشروع اللي كونفوكانا ان 2008 وخلصنا ان 2008 100 مليون عند مسيو القلاق في الكونت نتاعو في لابونك. من هذاك الوقت وحنا نهضروا عليه باش يبني لنا، مازال ما بداش يبني. مره تلاقينا بيه اون 2008 في لا بيبليوتيك تاع عين طايا، قالنا نكمل لكم اون 2009، ومن 2009 ما كان والو. تلاقينا بيه اون 2009 قالنا نكمل لكم اون 2010، اون 2010 ما كان والو. تلاقينا بيه اون 2011 قالنا نكمل لكم اون 2012 ما كان والو. قالنا اون 2013 ما كان والو. دوكا تيك عندنا الوثائق نتاعو، بالوثائق نتاعو راني نهضر، راه راني نهضر بلي سيناتور نتاعو. السنياتور تاعو عندنا تاع 2011، عندنا تاع 2009، عندنا تاع 2013، وعندنا تاع 2014، ودوك هذيك راهي قلنا في جوان 2015 نسكنوا. هاك تشوفوا الحفره كيفاش راهي تقيله، درنا قلت تفرعون هنايا ويقولنا نكملها اون جوان 2015. 2015 هذا باه يبني يرحم والديكم. دوك هذيك كان يتمسخر بينا اون 2010 اون 2011 اون 2008 كان يتمسخر بينا. دوك يتمسخر بالدوله. دوك بالدوله يتمسخر، يتمسخر بالوالي، يتمسخر بالديريكتور دو لوجمون. بالمينيستير فوا كي ريكلامي ولا حقنا تاع ديلي ريسبكتونا لي ديلي اللي يعطيهم لنا هذا البروموتور، يقول لكم يقول هذه اللوجمون راح تسوى مليار راح تسوى 2 ملايير. انا ماش داير انفستيسمون هنايا، وشاك فوا يقول لنا هنايا كاين سيتان زون سيسميك. الى زون سيسميك لو زوتوريتي يحبسوا البروجي هذا ما يبنوهولناش الى رانا في الريسك تاع الصح، باش يبدا يلعب فيه هكا ويلقى لنا هذه. هذا هو هذه هي السبه اللي يلقى لنا في البروجي. دا البيرمي ما على باش كيف نديروا البيرمي.
اه البيرمي دو كونستير ما باش كيفاش دولو هنا كي قلنا زون سيسميك هادو دي زيتود داروا قبل ما عنده ديجا دو زون اللي دا هذا البيرمي لليوم عامين وما يخلص البروجي حنا كي خلصنا في 2008 خلصنا باش يخلص في 12 موا لا ماكيت الاولى اللي علقها لنا لهنا دوكا لا ميتلعبوا يلعبوا لنا حنا المورال ولنا هو راه يقول ندير يدير 200 سول هنا دوكا كاين 200 سول تاع لي باركينغ ومن بعد يدير سونتر كوميرسيال باش يبداو زواولي يسكنوا من الفوق شغل عش حنا من الفوق بصح هذا يقولنا باش ريكيبيري الفونداسيون لي فري تاع الفونداسيون حنا واش دخلنا كاع في لي بروبليم تكنيك منا حنا خلصنا في 2008 باش نخلصوا نسكنوا في 12 موا انا ضربي دوك 7 سنين وبهذا الريتم اللي هو يخدم زعما ويخدم يجيب كاميو تاع ارمل كاميو تاع سيمان انا نشوف فيها تاع طرونطو تشهد عليه البلاكه تاعو يا اخي مش احنا اللي درناها انا ما جيناش احنا درنا بلاك تاعو انا هاملك منه بلاكه تاعو هاي وين يشهد على روحه بعد ما كذب بزاف 18 موا درك انتم تروحوا وتولوا تلقاوها نحا هذا دوك الصيف نحا هذا علاه نحيا خاطر يلقى روحه باللي ماهوش ماشي في البروجي يكذب مازال 4 شهور هذه لاقري كانت دارها لنا 5 سنين وهي صادت ولد رقانا جينا هضرنا عليها قلنا لاقري هذه راه 5 سنين صاد له ها وجا مونطاها داخل الشانطي هاي اللي دوك زيدوا تولوا تلقاوها الراس تاعها وقتها يطلع ما على باليش 5 سنين عينا اضطر المستفيدون في عدة مرات إلى قصد السلطات من أجل الاستفسار عن المشروع الذي تعطل لأكثر من 7 سنوات لأسباب مجهولة وغير مقنعة حسب رأيهم. هذا مدير السكن صرح ثم في رينيون في الجلسة هذه قال أعطينا له سيفوا ميزون دومر ومن بعد في التلفازة صرح قال أعطينا له زوج خطرات ميزون دومر. دونك احنا ما نعرفوش القانون يعني اكزاكتومون بصح هذا المرقي هذايا شكون اللي يحكم فيها؟ اشاك فوا مدير السكن ما دار والو، وزارة السكن ما دارت والو، ما فهمناش هذا المراقب هذا شكون اللي يحكم فيها؟ يفودغي كو ماتنون لي اون فادير نو بوليتيك ولا جو سي با كي لي ديسيدور يا برا باستا سي بون براكات اون ا بيي سي با غراتوي سينو ما كان له 1 مليون دو دينار صافي 8 ans سي 8 مليون دو دينار دو ماتنون سي سي با بلوس علاش؟ سي ان بروبليم سا سي ان غراف بروبليم Je suis désolé. Donc maintenant, il commence à nous faire un petit 10% ou 15%. Il va nous exiger. On ne va pas payer. C'est bon. Bien sûr. Le création de la cave, 50 millions de centimes. Je connais un homme. Peut-être pas moi, mais la majeure partie sont dans cet esprit-là. Où je m'interdis. Le hogra. C'est quoi ça, le hogra? Les gens, ils sont capables. Hein? Mais on va nous faire un حبوها ونحبوا كاع الناس اللي كيفون دون البون كيفون دون البون سونس الوغ يفو اتر اونيت اون ايتي اونيت جوسكا ميتنون اي ابخي اون خلاص اون ني كرو بلو هذا البروموتور هذا ستان اسكرو بريمي شوا في الجزائر هذه كاع في الجيري كومبلي في الجزائر كومبلي انا ما لقيتش بروموتور كيما هذا هنا شوفوا هنا خلصناه عطينا له الدراهم درنا فيه ثقه درنا فيه كلش مع الاخر يتقعد بينا رحنا كاع للسلطات العموميه باش نهضروا معاه يا ودي الله يرحم والديك هضرنا بطريقه تاع السياسه ما نجحتش هضرنا بطريقه تاع العنف قطعنا الطريق حرقنا الدنيا ما نجحتش هضرنا مع مدير السكن هاد العشر خطرات مع المتحدث مع الجماعه كاع طلعنا معاهم والو لا حياه لمن تنادي كما قالها بومدين حنا على الاقل الناس هذو على الاقل الناس يديروا قيمه للمواطنين هذو راك تشوفوا فيهم هذو مواطنين هذو شعب جزائري هذه هي بلاد العز والكرامه انا جو كومبرون با واش راه يصرا في الجزائر هذه الجزائر تاعنا حنا كاع رانا ابناء الثوره الجزائريه مخير لهنا كاع خدموا بويتهم الثوره تاع الجزائر صح كاينه حاجه اللي نقولها ربي يهديهم نطلب طالب واحد وما زيدش ربي يهديهم نطلبوا حنا نطلبوا باش يغيروا هذا المراقب باسكو 7 سنين هو يتمسخر بينا ما كاين والو ما فهمناش واش كاين المشكل نطلبوا باش ينحوا المراقب هذايا الاقلاق ويديروا مراقب واحد اخر سيريو خلاص ويدير له طونسفير ولا يدبروا يصون من الاخر لي ديمارش تاع لي طاي دبر راسه هما يعرفوا ماشي احنا اللي نعرفوا بون حنا اون دوموند ا سو بروموتور كي دون كي بون اون ديسيزيون ديفي بيان ديفينيتيف يا يبني يا نقول انا خاطيني باسكو هكا يتمسخر بينا 7 سنين وشاك فوا يقولنا في جوان تسكنوا راه جبناها في 7 سنين ما جبناهاش في عام ولا عامين
Si c'était un harcèlement moral qui est en train de nous faire, il n'a qu'à le dire. Parce qu'on a marre de lui. وحبينا يبدلنا البروموتور كاريمون. جيبونا لي شينوا، معليش الشينوا يدوا دراهم يخلصوهم يعطونا حقنا يا سيدي. جبتوا ان بروموتور كي نو سارا ريان. وين يبدا يحبس. سي بروجي كاع راهم حابسين. عين بنيان حابسه، هنا حابسه، وين يروح يحبس. جو سي با سو بونوم لا اذا عنده يدين. وحنايا خلينا الشعب بسيط يعفسنا على رسالنا. يا ولدي خلاص يونا مار دو سو مسيو. On a marre de ce monsieur, et on a marre de ce monsieur. Qui nous change de promoteur, c'est tout ce qu'on demande. On ne veut pas de lui. C'est un menteur, on ne veut pas de lui. On ne veut pas d'un mounafiq chez nous. غير أن المراقب الترقوي المسؤول عن المشروع يؤكد أن المشروع عرف عدة عراقيل سواء على مستوى الأرضية ومكان تواجدها أو على مستوى البيروقراطية التي عاشها مع الإدارة. 184 سكنة في عنطايا. المشروع راه في بداية الانطلاق وإن شاء الله في لافان لاني 2015 il sera achevé où les gens ils seront logés dans de très bonnes conditions. Le مشروع هذا رانا في 6 سنين نستناو. الاداره دارت علينا بيروقراطيه اللي ما عندهاش كيش يقولوا تفسير، ما عندهاش تفسير. 2008 on a eu un arrêté de monsieur le wali d'Alger pour entamer les travaux في un délai de 2 mois. شهرين باش ننطلقوا في العمل باش الناس يقول لهم باللي رانا نبنيكم في السكنات صح. قعدنا عامين من بعد باش الاداره كان عندها مع لي دومان مع الفلاحه باش دير لا ديستراكسيون تاع لي تيغ اغيكول. دونك il fallait attendre 2 années. Il fallait aussi attendre 2 années après pour avoir le permis de construire. Ou maintenant on est en train d'attendre le permis de construire modificatif. علاش؟ لان الارضيه حولها كاين دي بيدونفيل، والبيدونفيل كامل يرموا لي بزو ديغو على الانتيغيور دو سيت، دونك لو سيت ولا حفرنا 13 متر دو بروفوندور سوغ ان هكتار، رانا بريسك درنا ان بوتي باراج، الباراج نص تاع الارضيه راه فيها لي زيكو، دونك درنا ان بيرمي موديفيكاتيف باش البروجي نقصوا منه شويه ونخلوا اون بارتي تاع التيران بور لي زو ديغو، دونك اللي يدخل في المشروع راه يشوف الريحه فما. بون اون اوبليجي اللي يجي يخدم ما يحبش يخدم باسكو يشوف يخدم في البياه القادره. Mais le problème, on l'a réglé maintenant. On a rétréci le projet, on a des fondations spéciales. On est dans une région sismique où l'ardia s'abat bzaf bzaf. On a eu un ami, malish, mais c'est pour la vie. Mais c'est un har. Mais je bina hada faudawi. Tenez, la contrainte du sol. Subhanallah, un hectare, on descend 12-13 mètres. Rendez combien de sol. Donc, on a pris en charge. كامل المشاكل تاع الاجتماعيه تاع الناس. دونك اون فري دو بروجي ان بروجي ايكونوميك من ناحيه الانرجي سولير. تو لو بروجي سورا اكليري اون انرجي سولير. من ناحيه الماء سيت اون ريجون فيها بزاف المياه. اون فا ريكوبيري لي زو بلوفيال اي لي جون فون افوار دو لو غراتويتمون. اسكو بوفي ايماجيني تو سا؟ لي بروبليم دو بوليسيون ما كاش باركينغ اون سوسول سور لو سول. تو لي باركينغ سون اون سوسول. Plus de 600 voitures en stationnement pour 184 logements. Fait mais la pression ou des ayat les médias fiya, Rabbi smahla. Mais j'ai pas de savoir quoi dire. Ou j'ai pas de problème avec les gens ou là. الانسان في الايكونومي سي نورمال. واحد خدام يشتكي منك واحد يشتكي منك سي نورمال. هذه امور عاديه. الواحد ولكن بس الناس يديروا فيها دعايات كيما هكذا نقول لهم ربي يسمح لكم. انايا كما يقول لاداج لا كارافان باس ولو غيست جو فو ليس لو سوان دو لو تيغ. المشروع هذا ان شاء الله فيغ لا فان دلاني يسرا اوبيراسيونيل. افون 2015 انا نقول لك التقني راح يسلموا في جوان 2016 ان شاء الله. نوقفوا باش يسلموا في 2016. اليوم راهي الوتيره انطلاقه محتشمه
ولكن راح نطلب طلبنا منه بمراسلتين، قلنا له باش يعاود يطلع الوتيرة. كان اي سي تونجاجي، قال لك اون فوا لا كونتينر تاع الماء صح لي راه يتعرقل فيه كما شفتوها راه يتعرقل فيه، قال لك انا جو سوري دون لي ديلي. حنا او طونك تكنيسيان اون اتراسي ان بيلون اون بلانينغ دو ليفريزون حتى لجوان ان شاء الله 2016. خاطرش انا غدوة نقدر نتعدى، ماشي نتعدى، نقدر نكون ان بلو فيولون. قال تعاود دير كيما دير، روح لك للتريبيونال ادمينستراتيف ولا تروح للتريبيونال، باسكو جو نام با لو هارسيلمون. بيان سور. قلنا اليوم انا عايش ان هارسيلمون اللي ما عندوش حدود. من طرف من؟ الناس هذو سي ان هارسيلمون، الاداره سي ان هارسيلمون، الناس هذو اللي راهم راكبين لي بوندرول سي ان هارسيلمون. انا نخدم في خدمه كما يقول لك نتاعهم للمستقبل تاع ولادهم. هذا مجرد كلام فارغ. Moi, je parle en tant en qualité de professionnel. Je parle pas en ba. ماشي ما يفهموش. لا يكذب عليك، درت على الاقل ثلاثة محاضرات معهم في عنطايا. وفهمتهم كامل المشاكل هذه. كاين الناس اللي تحطم في المشروع. درت على الاقل افيك رئيس البلدية تيموا. على الاقل ثلاثة اجتماعات. الناس هذو اللي حابين يحرقوا روحهم على جال المشروع. كاين لا ما يحرق روحه ولا ما يحرقش روحه. المشكل ما راهش فما. المشكل كاين ممكن دي مانور اللي عندهم غرض واحد اخر. انا مانيش حاب نزيد نقعد في الارض هذه والمشروع هذا اكثر من عام. انا ديجا كيما يقول صددت، انا اللي صددت ماشي المشروع الحديد اللي تصدد. جو في دي زاكت دو ريزيستونس. عبالك بها سكو ان اكت دو ريزيستونس معناتها ثوره، ان اكت دو ريزيستونس. 100 واحد اوف ماشي كاين 20 واحد رافد لي بوندرول نهار كامل ويسبوا ويكتبوا سواء قضائيه. انت ايش رحت لو دخلتني الحبس ولا عندي صوابق؟ لكن ما عندوش فايده راح يلاه داير له سكنه وعطي له 100 مليون تاعو. واش ال 100 مليون تاعو هذه 100 مليون درهم؟ مشروع اللي يسوى انا السكنه هنا تقام لي 500 مليون السكنه ونبيعها ان اس بي 280 مليون. اون دو اريتي دو فير سوسيال 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 ايغال بوبل بوبل فو دون دي نيمبورت كو. Regardez les problèmes de cité, qu'est-ce que ça donne? Là, on m'a stessné, on m'a stessné, on a un décret, on m'a stessné. Parce que là, on a un décret, on m'a stessné. كل عام عندي ب 10 سنين، شحال من خدام فما راه خالص، الماتيريال اللي محطوط فما، الدراهم اللي نحطهم فما. كل عام تاع واحد انا يفوت عندي ب 10 سنين. وناشد السكان والي الولاية بالتدخل العاجل لفك لغز قضيتهم في أقرب وقت، لأن وضعهم أصبح لا يطاق في ظل الظروف التي يعيشونها، خاصة أن أغلبهم مستأجر، وتحملهم للتكاليف الباهظة التي أرهقت كاهلهم. راني مقيوس بزاف بزاف، وراني نتأثر في الدار. خدمة مانيش نخدم نورمال، ناكل والله منين ناكل نورمال، صدقيني وراني ناكل نورمال. والله العظيم غير كل ما نروح نتكى في الفراش نحط راسي في البلافو نتفكر بروموتور نتفكر بروجي تاعي. حنا رانا نعيشوا في مشاكل كبيره هنايا، واحد مسكين كاري، واحد عايش مع باباه، واحد راقد مع وليده، رانا عايرين في مشاكل كبار حنا. سبع سنين ما كاين والو. نخلو خدمتنا، خلو خدمتنا شاك فوا، خلو خدمتنا، نروح نديروا احتجاجات، نروح نديروا ديرينيو. كالي كاري من الدومين او يسنى بيدي السكنه تاعو. دونك فينالمون هنايا مع تاع الاس بي هذه ما كاش سكنه، كاينه حفره. وحنا كنا في 120 واحد حتى ولات 184 سكنه تسمى راهي بزنزو فيها هذه. ومن بعد ديك راك انت بعد تخرجي يعاودوا يجيبوا واحد اخرين يعاودوا يبيعوا لهم هما. دونك هذا ولات بزنيز. حنا مواطنين قادرين دوك نكسروا الطريق، نقطع الطريق، دوك ندير مشاكل، نخلق دي بروبلام، نجي ندير كوارث، ندير كوارث. خلي يروح للحبس. انا عندي ولادي كبروا في زوج شنابر، ساكن في الفوضاوي، ساكن في دار تاع القوري، خلاتها فرنسا. دركا مساحة ليش كاع درت الاسبي بالدراهمي، سلفت الدراهم، درت كريدي، قسمت لاباي تاعي على واسمو مع لافا، مع لافا نستنى سبع سنين، سبع سنين ولادي ولاو رجال، واحد راح نزوجو، وين نديرو؟ وانا يتمسخر بيا بروموتور، بروموتور يتمسخر بيا اللي دارته الدولة، الدولة الجزائرية هي اللي دارته.
احنا ماناش تاع فوضى، احنا مع الدوله ومع القانون باه نخرجوا للطريق اللي نديروا بنو. لا لا ماناش تاع بنو، احنا رانا نحوسوا الدوله اللي تحت حبس هذا المرض اللي مرضنا هذا باش نعطيكم دليل، باسكو دار لنا حفره وشوفوا التيو تاع كاتر فاليج بيديه الماء باش تجيب دو بومب ولا تروا بومب يخرج الماء، قاعد على العام داير لنا التيو تاع كاتر فا ويقول لك الماء جيت الماء. هذا الناس بنات في البحر يا عباد الله، داروا لي بروجي في البحر، رانا نشوفوا احنا لي سوسيتي قاو جالسين في البحر وبناو، داروا باطيمات انجليز راهم يسكنوا في البحر، هذا خلعنا بالماء. قلت لفرعون قال لك راني نرقي لها هنا، كاين جنون قبلهم هنا هذا السيد هذا راني نرقي، قال لك البلاصه هذا. بعث لنا واحده السكرتيره تاعو قالت لك دخلوني فوق الكلاك داخل ورقيت لقيت البلاصه هذاك، وانتم لا لكم متقلقين راه تزيد السومه. الناس راهي اي تسكن في أي تبني براكه سي موا تعطي له لوجمون، حنا عندنا 7 طون ملي خلصنا مازال ما بان والو، راه عنده دي سيت يعطينا في هذاك السيت ونخلصوا ال اس بي ويستنى هذا 30 طون الى مساعدهم لي ديلي لا يمد لهم، وشاك فوا يلقى دي زارغيمون باش يبدل لي ديلي. انا ما بانش كيف راهم يقبلوا له شاك فوا يشونجي ديلي ويسيني عليه. الى راهم فاهمين علينا حاجه، الى كاين دي ريسبونسابل تاع الصح ياخذوا دي ديسيزيون، وين حنايا ما نخرجوش ضحايا. اقلق كما هو اسمه راه مقلقنا، اسم تاعو مقلق قلقنا، اسم تاعو قلق قلقنا معاه، هذا هو. انا ديجا والله ما دفعت الورقه نتاعي من قبل، على حتى بعث لي باش لي سي جوستيس خلعت. انا قلت واش من عندي قضيه انا هذه، واش مصيبه اللي جاتني من لي سي جوستيس، انا عمري ما درت مشكله للدوله. رحت للرويبه قالت لي هذه تاع السكن كون ما تخلصش 15 يوم ابون، هو 15 يوم اديتهم له باكي، قال لك راه فيها الغبره البال اللي كان يحسب فيها، قال لك فيها الغبره خاطر عليها بالدور ندسوا فيهم بالدور مسخين. اداهم رسيناهم لسوسيتي جينيرال ماهيش حتى سوسيتي بيانا، كون بيانا نطمئن، قال لي بيانا تاع الجزائر هذا غادي سوسيتي جينيرال تروحي روح، هو ما لقاش دورو تاعي ما حطيتو كاع. دوك حنا رانا هبلنا من الغدوه يا ربي مش راح يصير، ما على بالناش ما نعبناش واش راح يصير، بالك راح يطلع الواحد فوق لاكري لحوحو، بالك يمرض يطيح يكريس كاردياك، راه السبه راهي كبيره بزاف، خاطر اش ما على باليش. تروح دوك تيك لا ديال ما نجموش نروحوا ليها، السوسيال ما نجموش نروحوا ليه، احصلنا وين نروحوا، كارثه كبرى كارثه كبرى. هذا راك تيرو، هذا سي ان تيرونيست نوطوار نوطوار بك وقتو، هذا التيرونيست هذا ما بينوش يهضروا عليه في التلفزيون، يهضروا عليه في الجرنان هامك، هضرنا عليه 15 خطره في الجرنان هامك يا عجبا، زيد جيب الكوارت الاخرين هام ليك ليا، هضرنا عليه في التلفزيون، هضرنا عليه في الجرنان، هضرنا عليه في تروديو تروطوار، هضرنا عليه في كلش، يا باك ما كانش واحد اللي يقدر له هذا. إن حينا زعما اللي يهضر لك على حقوق هذه البلاد ماشي مليح، يقول لك انه يهددنا زعما، انا ما يسكتنيش، إن حين يقطعني انا ما سكتش على حقي، خلصت في 2008 باش نسكن في 2 موا، راني في ساطون نبقى نهضر هكا يا لو كان نموت. ومن جهته صرح مدير السكن لولاية الجزائر باعتباره المسؤول الأول عن المشروع على أن المديرية متابعة للمشروع وتطمئن المواطنين. في إطار البرنامج 184 مسكن تساهمي بعين طايا، اللي كان المرقي القلق كلفنا المرقي القلق لإنجازه، حقيقة كان هناك عدة عراقيل قبل انطلاقة هذا المشروع، وهي أولا الأرضية اللي كانت طلبت من المرقي باش يدير ثلاث دراسات معمقة، وهذا اللي خدا شوية وقت طويل. بعدها جات الدراسات كان مع الأول المرقي كان يشوف كبير، شاف المشروع هذا في 278 ولا 289 مسكن، حنا كنا طلبنا منه باش ينقص لا كونسيستونس، زاد طلبت شويه وقت، دوكا رجع 184 مسكن. اليوم المشروع انطلق ماشي بالوتيره اللي يحبها المواطن، على كل حال حقيقه الدراسات طلبت باش المرقية يهبط 13 متر تحت الارض، هذا ماهيش حاجه سهله، وماشي على حاجه سهله، سي ليكزيكويتي تاع التيرا، الارضيه صغيره اقطاع ديروا فيها 184، كيفاش دخلي لي زونجان، كيفاش تورغانيزي لو شونتي، هذا اللي
عرقل شويه لا. اليوم كل العراقيل التقنيه هذه قدرنا نواجهوها. وأكد إسماعيل لومي أن وزارة السكن اتخذت جملة من الإجراءات الرضعية من أجل المراقين الذين لا يحترمون آجل التسليم، وأن الدولة وضعت ضمانات للمستفيدين من أجل حماية أموالهم. إحنا على بالك الإجراءات المتخذة مع المراقين اللي ما يحترموش الآجل المحددة، إحنا درنا طريقة عمل مع وزارة السكن والعمران المدينة. هاد المراقين كاع حاسه تسحب منهم اعتمادات وما يزيدش يمارس النشاط الترقيه العقاريه في كل عبر كل الوطن. كان عندي لقاء مع المرقي في الاونه الاخيره، وكان طرح لي واحد لا ديمارش كيفاش راح يستدعي هاد المستفيدين. قال لي راح نستدعيهم بمراحل، هاو بدا يعيط لهم ونقول جميع المستفيدين ما عندهم ما يتقلقوا، اللي ما لحقاتوش لا كونفوكاسيون سواء يتصل بالمرقي سواء يجي البيبان عند مديرية السكن، البيبان راهي مفتوحة هنايا، يعطينا الاخر نديروا له الموعد مع المرقي وان شاء الله ما كل حقوقهم راهي محفوظة، ومديرية السكن راهي تسعى هنا بالحفاظ على كل حقوق هاد المستفيدين. نقدر نطمئن المستفيدين بهذا المشروع اللي صبروا معنا بزاف ان المشروع راه مسجل لدى صندوق الضمان لترقية العقار الفوند غارونتي، تما دراهمهم راهم مضمونين والمشروع تاعهم راه مضمون، ما عندهم ما يخافوا لا على دراهمهم لا على المشروع. المديرية السكن راهي ترافق في هذا المرقي وما راحش تحبس، راهي ترافق في هذا المرقي باش نحولوا كل عراقيل هو ويكمل هذا المشروع في الاجل المحدده اللي كان عطانا حتى جوان 2016. الحديث عن السكنات التسهمية دون ذكر مشروع ألف مسكن ببرج البحري الذي أسال الكثير من الحبر وأحدث ضجة كبيرة، والذي توقف بسبب مؤسسة باتيجاك التي عرفت عدة مشاكل بعد رحيل ملكها السابق البلجيكي. قضية ألف سكن تسهمي اجتماعي التي نحن أمامها على الخصوص هي مسألة معقدة وطويلة جداً، خاصة التأخر في تسليم هذه السكنات، حيث من المفترض أن تسلم في شهر جوان سنة 2011 ونحن اليوم في نهاية فبراير سنة 2015 لم يتسلم أصحابها بعد، وكما ترون السكنات وكما صور المصور يعني ما زالت ورشة، لا ندري إلى متى تنتهي الأشغال وإلى متى يتسلم صاحبي السكنات سكناتهم، خاصة وأن الكثير منهم يعني ليس لديه مأوى. تدخلوا للشونطي كارثة، خدمة كارثة، تمسي حاجة تدخلي يطيح الفايونس، ما خدمة ما كاين والو. وأبدى المستفيدون تذمرهم أمام صمت المسؤولين والجهات المعنية على الموضوع رغم توالي الحكومات والوزارات. احنا عندنا مشكل في الروتار، عندنا أربع سنين روتار، وهذو أربع سنين شكون يتحمل المسؤولية تاعهم؟ تحمل العبء تاعهم، تحملهم المواطن المستفيد. وإحنا هذا المشروع لعلمكم عرف ربع حكومات، حكومة بالخادم، حكومة أويحيا، حكومة سلال واحد، حكومة سلال اثنين، وربما حكومة سلال ثلاثة، ووزيرين للسكن، وزيرين للسكن، موسى نور الدين موسى وتبون. والمشروع لم يتم بعد، مازال ما كملش، وقتاش يكمل ما عرفناش. جا الوالي والي زوخ والي عاصمة، أنا هدرت معاه شخصيا، هدرت معاه قلت له
خلينا من الماضي، اعطينا 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 وقتاش تليفريو لي لي زابارتمون هذا المشروع هذا وقتاش تليفريوه؟ قال لي ما نوعدكش ما عنديش. دوكا والي برومي ريسبونساب دو ليكزيكوتيف دو لا ولايه دالجي ما يقدرش يوعدك، ما عندوش لا دات. هل هذا يعقل؟ هل هذا يقال اصلا؟ وصاحب المشروع هي مديرية السكن، أين مديرية السكن هذه؟ أين لامالي هذا؟ وراه؟ 4 سنين وين كان هذا؟ 4 سنين كاين لي بوفوار بيبليك اون ديميسيوني كومبليتمون. خلاو السي عاشور هذا ولا السي مقران عاشور هذا دار 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 واش حب في هذا المشروع. جات الحمد لله، حنا الحمد لله كي جات لا 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 نوفيل ديريكسيون هذه تاع كوندور اللي راهي تقوم بالواجب، يعني والله العظيم واحد يهضر الصحراء تقوم في الواجب. احنا المشكل تاعنا مع لانسيان ديريكسيون، يعني المديريه القديمه اللي باتيجاك القديمه ماشي باتيجاك الجديده. وناشد السكان والي الولايه بالتدخل العاجل لفك لغز قضيتهم في اقرب وقت، لان وضعهم اصبح لا يطاق في ظل الظروف التي يعيشونها، خاصه ان اغلبهم مستاجر، وتحملهم للتكاليف الباهظه التي ارهقت كاهلهم وحلم ابنائهم بالعيش الكريم كباقي الاطفال. أرجو من رئيس البلدية والدولة أن يعطونا سكن ولكل الأهالي والأشخاص الذين فقدوا سكنهم وعاشوا في ضيق. لماذا؟ علاش؟ لأنه إن لم يكن للوزير رغبة في إعطائنا أو الاتفاق معنا على أن نعيش بسلام ونعيش في بيوت هادئة، فلن يكون عندنا أمل أو حياة طبعا، لأن وكما أن هناك الكثير من الأشخاص يفقدون السكن بسبب لأن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينفيهم حقهم ويعطي حقهم لأشخاص عندهم أكثر مما يلزمهم من البيوت. ولن تكون عندي غرفة فيها سرير وفيها كرسي وطاولة حتى أراجع فيها الدروس ومكتب أفعل فيها الكتب والأدوات. أريد غرفة وردية مع إخوتي البنات الصغيرات. عندي مشكل في التنفس بسبب هذه الوضعيه، هذه غير الشمبران دور غير هنايا كاش ماشي سكن ملائم صحيا. العائله مشكوره، يعني العائله احنا نفسيين عينا، تحبي الحق احنا نفسيين عينا، ماليا عينا. واش راح نقول لك؟ راكم مستاجرين، راكم عندي ايه، انا واحد كاري، عندي 12 سنه كاري، عندي اكثر من 280 مليون كريه، هيا 30 الف دينار مده 12 سنه شحال تعطي لك؟ فايته 280 مليون، والبارتمون باعوه لنا ب 280 مليون. حنا نطلب تدخل وزير لا ديال، هذا ماشي وزير السكن، هذا نسميه وزير لا ديال ماشي وزير السكن، التي غير بلا ديال والاخرين ولي بروغرام واحد اخرين، وشكون بهم؟ فيما يخصني انا شخصيا، وضعية الاجتماعيه التي اعيشها نتيجه ازمه السكن هذه، انا الان اعيش مع العائله، يعني حشرت نفسي مع العائله للاسف الشديد، ليس لي امكانيات حتى استاجر، لدي 7 اولاد، وفي الغرفه حيث اعيش، يعني لعلمكم درت لهم سوبر بوزي، درت لهم يعني اسره سوبر بوزي فوق بعضهم باش نرقد اولادي 7، ها يعني باش الانسان يتصور الجزائري الكريم في بلد الكرامه والعزه والكرامه. راني 38 سنه ماشي مزوج، راني نستنى شاك سيمو ما كاين والو، كون غالي كذبوا عليك ما كاين والو، سرقوا كاع الدراهم، داوهم كاع 8 سنين 4 سنين روطال 4 سنين وفي عندنا واسمو عندنا لي زاكت والله تيقول لك باللي في جوان 2011 ما يخلصوش، يخلص لك الوايد براسو مكتوبه في العقد.
وفي هذا الشأن اتصلنا بالمالك الجديد لباتيجاك الذي تحمل أعباء كثيرة والتي أصبحت تابعة لمجمع بن حمادي لتقديم توضيحات حول الموضوع. هي في الحقيقة المؤسسة هذه احنا كنا سامعين من قبل عندها مشاكل مالية، مشاكل مالية خاصة لها. المشاكل المالية هذه كيشرها مجمع كوندور تحملوا مسؤولية هذه المشاكل المالية. سلمناها في مارس 10 مارس 2014 إلى غاية من 10 مارس 2014 إلى غاية مي 2014 كنا نشوفوا في الوضعية، كنا نفيريفيو في الوضعية المالية تاعها المستندات إلى آخره. والشيء اللي لاحظناه أنه جميع المشاريع كانت متأخرة، جميع المشاريع خاصة السكنات اللسبي، جميع المشاريع اللي هي مثلا العاصمة فيها 1000 سكن في برج البحري، فيها 381 سكن في برج البحري، فيها 692 مسكن في الغاية، فيها 2682 سكن في دراريا، وفيها 1000 سكن اجتماعي في عين بنيان. كانوا كامل متأخرين. المشكلة اللي كانت اللي قلنا هذاك الوقت مش غير متأخرين، مام الموارد المالية معناها الأموال نتاع هذه المشاريع هذه كانت تصرفت من قبل ما نشريوها، دونك خلونا دين تصرفت الأموال والمشاريع ما تمتش. إذن مجمع بن حمادي هو اللي تكلف بأنه يكمل هذه المشاريع، بأنه يضخ أموال في الشركة، وضخ أموال في الشركة، في الشركة هذه ضخ أموال، أموال كبيرة باش قدرنا نخلصوا الديون اللي عتقها، باش الديون ونكملوا المشاريع. مش كنموش في الديون برك، نخلصوا الديون ونكملوا واش مازال، لانه هذه المشاريع قلت لك ما كانتش مسلمه، كانت متاخره. الى حد الان راه نبنيو، الى حد الان ما سلمنا حتى مشروع. واكد المدير العام لشركه باتيجاك ان عراقيل كبيره واجهت الشركه من ديون سابقه ومشاكل حالية حالت دون تسليم المشروع في الآجال المتفق عليها. كي تسلمناه كان حوالي 35%. 35%. من نسبة الإنجاز 35%. معناها من 1000 سكن كانوا واجدين 350. كي نحسبوها هكا. اليوم رانا من المفروض إنك الشيء اللي معولين احنا نديروه انه ان شاء الله نهايه افريل، بين افريل ومي ممكن تاخروا شويه، لانه البارح الايام هذو نتاع اللي فاتوا نتاع الامطار ما قدرناش ميم با ندخلوا للشونتي، انه التهيئه الخارجيه ماهيش مخدومه. البارح برك كان واد يمشي في نص الشونتي، واد تاع مياه الامطار هذيك الغزيره تاع البارح، دونك ما قدرناش ندخلوا للشونتي. التأخير راح يكون يكون بسبب هذه الأحوال الجوية، دونك بين أفريل ومي حنا نكملوا السكنات. والمواطنين عن بالهم وداروا معايا بليزيور ريونيون في الشونتي وهنا، وقلنا لهم باللي فان أفريل نعطوكم لي لوجمون تبعكم. من المشكلة أنه اللوجمون كي نكملوهم ما يقدروش يسكنوا فيهم. لماذا؟ لأنه التهيئة الخارجية لم سادير لادوك ما بداتش تخدم هذا اللي هي مكلفة بأنها تقوم بالأعمال التهيئة الخارجية بما فيها طرقات، الصرف الصحي، المياه، الغاز الطبيعي، الإنارة الداخلية والخارجية، حاجة ما هي مخدومة إلى حد الآن. والمشكلة اللي وقع في بين لوجمون كاين مشكل كبير، أنه التيران الأرضية كان فيها الماء، كانت مرجع كما يقولوا، كانت مرجع. دونك تحت التلين نهبطوا نحفروا، كاينو نهبطنا سوسول فيها 4 مترات، ومع ذلك المياه كانت تطلع. دونك درنا ان سيستيم ديفاكوياسيون نتاع غير المياه هذيك اللي تطلع من تحت، نهضرش على المياه على الليفيات، يعني على الدريناج، اسمه الدريناج. لو دريناج خدمناه احنا، خدمته باتيجاك، سقى منا هذا تهيئة الأرضية 600 مليون دينار جزائري.
المياه احنا قلت لك درنا ان سيستم دو دريناج، ما يعرفوه، يعرفوه الناس اللي تعرف البناء يعرفوا اش معناها سيستم دو دريناج. معناها افيك دي بومب كي يكملوا هما التهيئه، احنا بلي بومب هذوك يقعدوا 24 ساعه على 24 ساعه ومنين يطلع الماء يخرجوه يرميوه في الريزو، الريزو اللي تخدمه لا ديوك. احنا خدمنا المهمه تاعنا انتهت، مام هذه القضيه هذه فريناها خدمناها، ننتظروا غير في لا ديوك تكمل التصرف الصحي باش نبرونشيو هاد الدريناج تاعنا في لي روكا في لاسينسمون، نبرونشيو تولي عندنا دي بومب تما دو بومب كبار يخدموا اش 24 نتجمع المياه يخرجوها اوتوماتيكمون، تي دي بومب يخدموا اوتوماتيكمون. إذن حنا ننتظروا في لاديك باش تخدم باش دير العمل هذا. حنا منا لفان افريل نكملوا هذه القضيه تاع لي زامينيشمون، هضرنا عليها منذ حوالي شهرين. والولايه واش كان رد تاعها؟ قالوا باللي حنا المقاول راهو عينوه وراح يبدا، حنا ننتظروا في المقاول هذا يبدا حتى الى يومنا هذا، حنا ننتظروا في المقاول هذا يبدا مازال ما بداش. قالوا باللي عينوه وخلاص ومازال ما بداش الى يومنا هذا، مازال ما بداش، وحنا رانا نعانيوا من المشكل هذا. علاه قلت لك التاخير يكون؟ انه مادام الارضيه هذا لي زاميناجمون ما تخدموش، كل وين يكون سقوط امطار كل وين نحبسوا. تقدري تقولي في هذا الشتاء هذه سورتو الشتاء العام هذا طولت قريب شهرين ما خدمناش، حنا ما خدمناش ريال مو خدمه يعني تستاهل تخدم، ما خدمناش لانه ما نقدروش ندخلوا للشونتي تاعنا لانه معمر واد، لو كنت تروحي دوك تشوفيه واد. كما صرح المسؤول الاول عن مؤسسه باتيجاك ان المشاريع سوف تسلم مع نهايه افريل من السنه الجاريه الى مديريه السكن بالجزائر. لازم نتفقوا مليح الموضوع هذا، نتفقوا عليه مليح النقطه هذه بالذات، نتكلم على السكنات بدون تهيئه. يعني خبرك لانه من الموضوع افريل ميم لو كان يبداو التهيئه غدوه ما يكملوش الموضوع افريل، مستحيل. مي انا فيما يخصني مضافرين نكمل، مادام ما بداوش التهيئه في وقتها مستحيل يكملوا في المضافرين، لانه التهيئه دي لازمها وقت كبير، راه هي 1000 سكن على الاقل عام، على الاقل لو كان يكون يعني لانه فيها بزاف، فيها قلت لك الصرف الصحي، المياه، مياه الشربه، الغاز الطبيعي، والاناره الداخليه والخارجيه، والطرقات. هذه مش مهمه خفيفه، 1000 سكن ماهيش 200 سكن ولا 1000 سكن، 1000 سكن راهي اميناجمون كبير، هذا يطلب وقت كبير. مادام ما بداوش فيه تاخير راح يكون فيه تاخير، مي انا من جهتي باتيجيك نسلموهم ويبقاو مغلوقين. سلموهم لاويلا دالجي وتكلمنا في هذا الموضوع وقلت للمدير السكن، قلت وانا نسلمهم المدير السكن ونخلي مسؤوليتي، لانه لا لو كان ما يكملش هو انا نبقى نعس فيهم ندير لهم حراسه، لانه الباتيمون اللي يكمل وما يسكنوش هما ليه اوبليجي نخلص خدامين باش يعسوه، صح. وانا قلت للمدير السكن باللي انا كي نكمل نعطيك لي لوجمون تاعك، انا راني ما نعسمش، انه التاخير هذا مش مسؤوليتي، التاخير هذا مسؤوليه مديريه التعمير والبناء. شكون يعني اجاكم السكن؟ قال لي ما مش مشكل، قال لي كي تكملهم ندوهم، هذا واش قال لي ندوهم يديهم سمعت نعضاهم تحت مسؤوليته، يستلمهم الغايه مثلا 300 سكن نمدوهم الشهر هذا، نفس الشيء تهيئه مش 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 مخدوم، ودير السكن ماهوش مسؤول على القضيه هذه، بجد عن بالو درنا قلت لك دير يوم في الولايه وطرحت المشكل هذا في الولايه قبل ما يجي السيد الوالي، وكي جا السيد الوالي زار المشروع وشاف بعينه وشاف لي لوجمون، عطنا له ان لوجمون باللي واجدين وخبرناه على المشكل هذا وهضر مع الممثل تاع مديريه التعمير وقال له وراه لونتربريز وقال له رانا عيننا المقاول ورانا نستنى، لانه هذه مش مهمه باتيجاك. كما طمأن مدير السكن أن مشروع 1000 مسكن جاهز بنسبة 99% وأن التأخير الذي سوف يعرفه المشروع يرجع إلى سوء الأحوال الجوية التي منعت المقاول من بدء الأشغال إلى حد الآن حسب قوله. 1000 مسكن راح يسلم، احنا توقعات تاعنا نكملوه بكل مختلف الشبكات، بربط مختلف الشبكات والطرقات. حنا كنا درسناه باش يخلص في اواخر افريل الى 15 ماي، دوك مع سوء الاحوال الجويه هذه
يمكن يكون فيه تأخر بماكسيموم شهر أو شهرين، ثم نقدر نروح حتى الجوان، جوان فان جوان إن شاء الله. تسلم بكل الماتريسيتي الغاز و... استنكر ممثل التعاونية العقارية لسيدي عباد الواقعة بتسالى المرجع حالتهم التي هم عليها منذ سنة 2008 وسط غموض كبير اعتبره البعض غير عادي. احنا كوبيراتيف الاماني تاع 430 دو لوجمون، صافي 10 احنا ملي درنا الدوسية تاعنا هنا وراكم تشوفوا، صافي عنده واحد 4 سنين ملي البروجي حابس. كل ما نروحوا ليه الاوبيرو تاعو في اونيفو دو برتوتا ما كاش اللي يستقبلك، عنده سكرتير وحده شاك فوا تتبدل. انا صافي 10 اللي راني هنا معاهم، تلاقيت هذا يفصح الاخضر، تلاقيت به خطره في حياتي، كل ما نروحوا ليه ما نلقاوهش. اكو تشوفوا المشروع او قدامكم او حابس لي كوز ما على بالناش عليه، على بنات تفسير ما كاش. وعبر المستفيدون عن استيائهم من الحجج الغير مقنعة، وأغلبهم لم يعرف وضعيته ولا وضعية ملفه حسب قولهم. وإحنا رانا نسهلوا على الدولة، رانا نخلصوا بدرهمنا، راهو خالص 80% صافي، عندنا 8 طن ل 7 طن اللي خلصنا وراكم تشوفوا. وحنا ماذا بينا السلطات تدخل في اقرب وقت، خاطر كاين معانا عباد اللي ماتوا وكاين عباد معانا اللي حبي سويسيدي، كل واحد والظروف ديالو. انا على سبيل المثال عن طريق الاحتكاك مع هنا المستفيدين والمشاكل اللي صارت، كل جمعه نجوا لهنايا، عندي قائمه 130 واحد اسماوات هكذا كتبتهم، كل خطره نسجل اسماوات، قدرت نسقسي 86 منهم، 86 واحد عطاوني شحال راهم دافعين المبالغ. 86 راهم دافعين 141 مليون دينار، بمعنى 14 مليار و100. 86 معناتها 130 حوالي 18 مليار، وقيس عليها 430 واحد. سما السيد هذا من مواليد 70 في تيزي وزو، كان لقى روحو يدور بالملاير، المشروع من 2009 ما دار والو، من جهتنا حاولنا الاتصال بالمكلف بإنجاز المشروع الذي أكد لنا عبر وثائق أن المشروع موقف، وهذا بقرار من رئيس بلدية سيدي عباد لسبب أن المشروع يقع في منطقة غير قابلة للتعمير وفقاً للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية تسالى المرجة، وامتنع عن الظهور لأسباب خاصة به حسب قوله. السكن سيظل حلم كل جزائري ما دامت آلية الرشوة والفساد هي التي تحكمه، ولا يمكن إيجاد حل لأزمة السكن في الجزائر دون إيجاد حل لمتابعة المقاولين ومحاسبة المسؤولين لحماية المواطن من سياسة الحجرة والتهميش. فالمشكل هنا ليس إغراق الدولة بمئات المشاريع دون متابعتها التي لا تؤدي إلى حل مشكلة السكن بالجزائر. كان هذا إذن موضوع عدد اليوم من برنامج بعيون الجزائرية. دمتم أوفياء لنا.